السلام عليكم، معكم محمود من قناة رولايف من أمام أهرامات الجيزة. الهرم الأكبر خوفو ورايا، وهذه هو بقية الامتداد الهرم الثاني، وفي كمان لسه أبو الهول هنروح له. من أمام الهرم أنا بقى عايز أتكلم في عدة موضوعات مهمة. أول حاجة وأهم حاجة بالنسبة لي النهاردة هي أن أنا كملت 700 فيديو، فبمناسبة أني معايا 700 فيديو في القناة دلوقتي، بحب احييكم وهنيكم واقول لكم شكرا انكم دفعتوني ان انا ابدع واطلع ال 700 فيديو دول بالمعلومات، كل المعلومات اللي فيها. طبعا هنا منطقه مقابر وحاجات، اوريكم المنظر، مكان عبق التاريخ. نسيبنا بقى من 700 فيديو ونتكلم في المفيد النهارده. انت دلوقتي من بلد عربيه، ممكن ليها خلفية إسلامية، وبتروح بلد أجنبية أيا كان، في أوروبا ولا في كندا ولا في أمريكا ولا في روسيا ولا في أوكرانيا، الدول اللي أنا بتكلم عليها دايما، بتروح البلاد دي وتقول أصل ده طبعهم ما أقدرش أغيره ولازم أتعود عليه وأعمل زي ما هم بيعملوا، في رأيي ده مش صح. حضارتك وثقافتك مهما حاولت تنسلخ عنها هي مش هتنسلخ عنك بأي شكل مشكل، لأنك هيجي ابنك هتبقى عايز تعلمه الإسلام، عايز تعلمه اللغة العربية، أمال هيتكلم مع أهله إزاي؟ عايز برضو مراتك تعلمها لغتك وتبقى على دينك، عايز 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 كل الحاجات دي محتاجة. اللي بيطنش الكلام ده بيخسر كتير. أشوفكم على خير، في حفظ الله، السلام عليكم.